الله يبارك فيك يا رويد. الحمد لله على سلامتك من الترحال والمدينة. رحنا عندكم، رحنا على رجولنا. ما شاء الله عليكم، احيتوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير وخير خير المدن اللي تشد اليها الرحال، وان شاء الله رحلة مبروكة وميمونة ان شاء الله. ما شاء الله انت لك ابتهالات جميلة بهالمدينة وعن هذا. ان شاء الله يعني انا احب هذا يعني المديح دائما، ويعني اعتبر مداح يعني بس مدح. او ان شاء الله اجي في مقام المدح. ايش الجديد؟ الجديد في اغنية مشتركة الان، طبعا قبل شهرين ثلاث شهور نزلت البوم اسمه كلها يومين، مجموعة 9 اغاني، و قلبت اللقاء افكر صورة شخصية، قلبت لقاء فعلي يعني. شوف معانا اتصالات في الان، خلاص جهزت تقريبا الماستر حق اغنيه دويتو، في اغنيتين وطنيتين، واحده لسيدنا الوالد الله يحفظه طول عمره، والثانيه اسمها بلاد والله انت راح في بالي برضه وطنيه وطنيه نعم. وفي 4 اعمال عاطفيه لسه ما ركبت صوتي، ان شاء الله في طريقها ان شاء الله يعني تنفذت. ولا زال في بالك اغنيه الطايف ان شاء الله؟ طيب كيف؟ لا زال ان شاء الله. ان شاء الله كيف؟ الله يعطيك العافيه ويبارك فيك. شرف. سلمك الله. الله يبارك فيك.